بطبيعة الحال المادة التاريخية مادة مهيئة إلى جانب مواد أخرى طبعا اللي كيتلعبها الدور ديال تحبيب التراث، تحبيب التاريخ ديال البلد، تحبيب حضارته. التاريخ مؤهل لذلك سواء كان تاريخا ماديا أو لا مادي، إذن فالتاريخ له دور استراتيجي. معروف أن التاريخ هو تقريبا يلعب دورين قد يبدوان متناقضين ولكنهما متكاملين. كاين الدور ديال أنه المؤرخ أو تاريخ كمعرفة كمنهج يلعب دورا في تنمية فكر نقدي، لأن التلميذ حينما يقرأ النصوص ويفهمها ويفسرها فإنه يستخدم عقله، ولكن عنده أيضا دور ولا وظيفة هوياتية، من أن التاريخ كمادة الغرض منها وهو تعريف المتعلم بتاريخ بلده بحضارته، انتماء الوجداني لهذا البلد. إذن هناك وظيفة وجدانية هوياتية، هناك وظيفة فكرية نقدية، قد يبدو للبعض أنها متناقضة ولكنهما متكاملة، يعني أن التاريخ كتراث ينظر إليه كتراث يشكل جزءا منه، ولكن أيضا ينظر إليه بفكر نقدي وبمسافة نقدية أيضا. والتاريخ يلعب هذا الدور، أي أنه يحبب إليه التراث ولكنه أيضا يأخذ منه مسافة نقدية لكي يتمكن من تطويره.